الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأصلي وأسلم صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخيار، لازلنا نذكر أنفسنا وإخواننا بطاعة الله عز وجل ومجاهدة هذه النفوس للوصول إلى مرضات الله وإلى جنته ومستقر رحمته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيما بقي من هذه الأيام المباركة، وأن يوفقنا فيها إلى ما يحبه ويرضاه. نكمل ما تكلمنا عنه بالأمس من حديث عن الاستجابة لله والرسول. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. تكلمت بالأمس وبينت أن من توفيق الله عز وجل لعبده المسلم وكذلك لأمته المسلمة أن يوفقه ليكون مستسلما لله تعالى، منقادا لشرعه ودينه. إذا سمع آيات الكتاب أو تعلم شيئا من سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم جاهد نفسه للمبادرة بالامتثال والعمل والتطبيق والالتزام. فهذا لا شك أيها الأحباب من حسن توفيق الله تعالى للمسلم، أن يجعله دائما يسعى ويجاهد نفسه ليكون عبدا صالحا منقادا لله تعالى ولشرعه، مستسلما له، متبعا للكتاب والسنة. وذكرت أيضا أن الله تعالى خاطبنا بوصف الإيمان، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. والإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بوب بابا في هذه الآية، قال: باب قول الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الآية. ثم روى تحت هذا الباب حديث أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بي وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى أكملت صلاتي ثم أتيته. الآن أبو سعيد بن المعلى يصلي، فمر به النبي صلوات الله وسلامه عليه فدعاه، ناداه، يقول: فلم آته حتى أكملت صلاتي ثم أتيته. قال لي لما أتيته: ما منعك أن تأتي؟ ألم تقرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد. قال: فهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج من المسجد، فذكرت له ذلك فقال: الحمد لله رب العالمين. هي الحمد لله رب العالمين السبع المثاني، والمقصود أن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن. وذكرت لكم أيها الأحباب أن الله تعالى حذرنا وبين لنا أن أناسا ممن خلقهم
وممن أعطاهم عقولا وأفئدة وأسماعا وأبصارا أنهم لم يستفيدوا من أسماعهم ولا من أبصارهم، وكان حالهم كحال البهائم والعياذ بالله، كما في قوله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولا شك أن هذا أمر مخوف، أن نجد أناسا عندهم ذكاء وربما عندهم عقول وأسماع وأبصار ولهم جهود في أمور الدنيا ولهم معرفة بأحوالها ودقائقها، لكنهم كما قال الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. شبههم الله تعالى أكرمكم بالبهائم، بل قال إنهم أضل من البهائم. أما أهل الإيمان فعلى العكس من ذلك تماما، أهل الإيمان أهل سماع واستماع وإنصات وفهم وتعقل، همهم ماذا قال الله، ماذا أراد الله عز وجل منا، ما هو حكم الشرع في هذا الأمر، هذا همهم. دائما يتحرون الأدلة ويسعون لفهمها ويجاهدون للعمل بها وتطبيقها وامتثالها، يعملون بقوله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعاكم لما فيه حياتكم ومصالحكم وسعادتكم استجيبوا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. وهذا أيها الأخيار هو الفيصل بين المؤمنين والمنافقين. إذا أردتم معرفة الفرق بين المؤمنين والمسلمين الصادقين وبين المنافقين والزائغين، تجدون الفرق هو الامتثال والاستجابة والانقياد لله تعالى ولحكمه وشرعه ودينه. ولذلك الله تعالى ذكر المنافقين وأوصافهم وأتبعهم بذكر المؤمنين وأوصافهم في سورة النور، فقال جل وعلا عن المنافقين: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. ثم ذكر المؤمنين: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. سبحان الله، لاحظوا الفرق. المنافقون أهل زيغ، إذا دعوا إلى التحاكم إلى الكتاب والسنة أو الالتزام بالشريعة أو العمل بطاعة الله تعالى فإنهم لا يقبلون، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يأتون إلى حكم الله مذعنين، لا لأنه حكم الله، لكن لأنهم يعلمون أن الحق لهم فهم يتبعون أهواءهم وشهواتهم. ولذلك ذمهم الله عز وجل غاية الذم: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. هل في قلوبهم مرض النفاق ومرض الشبهات ومرض الشهوات
أم أنهم في ريبهم يترددون؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ هل يظنون ويتوهمون أن يجور الله عليهم ورسوله وأن يظلمهم الله تعالى؟ حاشاه جل وعلا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فرق عظيم بين المؤمنين في انقيادهم وإذعانهم واستجابتهم لله ولرسوله، وبين بين المنافقين والفجر والزائغين في زيغهم وإعراضهم ونفاقهم. ولذلك الأمر جد خطير يا أحباب. والمقصود من تحقيق العبودية لله أن نصل إلى هذه المرتبة والمنزلة، أن نصل إلى هذه المنزلة، أن نستجيب لله تعالى ولرسوله. دائما نسعى في معرفة أحكام الله ومعرفة ما أوجبه الله وفرضه علينا ومعرفة ما نهانا عنه وحرمه، ثم نجاهد أنفسنا في امتثال أوامر الله فعلا وترك، فعلا وترك. هكذا هو المؤمن في كل ما أمر الله به، سواء في العبادات أو في المعاملات أو في غير ذلك. وشهر رمضان هذه الفرصة العظيمة المباركة، إذا لم تستفد منه هذه الخصلة فاعلم أنك لم تحقق المقصود من الصيام، وهي التقوى التي هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. هذه هي تقوى الله جل وعلا. فلذلك نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يهدينا وأن نكون من هؤلاء. تأملوا معي أيها الأحباب في هذه القصة التي جاءت في البخاري من حديث ابن عباس في تقرير أصل الاستجابة لله والوقوف عند حدود الله. يقول ابن عباس رضي الله عنه: كان الحر ابن قيس من أهل مجلس عمر ومشاورته، وكان القراء الذين هم حفاظ القرآن هم أهل مجلس عمر، الفقهاء والعلماء الولاة في القديم يقربون أهل العلم ويستشيرونهم ويصدرون عن أرائهم. الحر بن قيس كان من أهل مجلس عمر، فجاء عمه الأقرع، أو هو قريب له الأقرع بن حابس، وقال له، نزل عنده وقال: يا ابن أخي، إن لك عند هذا الأمير وجها فاستأذن لي عليه، أنت مقرب منه وتدخل عليه، استأذن لي عليه. فاستأذن له فدخل الحر، دخل الأقرع ابن حابس. لما دخل على أمير المؤمنين عمر قال له: هيه يا ابن الخطاب، والله إنك ما تعطينا الجزل وما تحكم فينا بالعدل. تأملوا معي هذا الخطاب، يخاطب به أمير المؤمنين الحاكم رئيس الدولة بهذا الخطاب الخالي من أي أدب. قال: والله إنك ما تعطينا الجزل، العطاء الواسع، ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، هم أن يعاقبه على ما قال، لأنها كلمة سيئة في حق أمير المؤمنين. فاستدرك الحر ابن قيس هذا الموقف وخشي أن يتفاقم الأمر، فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى
خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين يا أمير المؤمنين. يقول ابن عباس: ولا والله ما جاوزها حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. لما قرأ عليه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يقول: والله ما جاوزها حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. هكذا كان عمر رضي الله عنه، وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه الآية في سورة النور، الله عز وجل يحذر الناس جميعا ويقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يخالفون أمره ولا يستجيبون له ولا يتبعون سنته ولا ينقادون لشريعته المباركة التي جاء بها. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال ابن كثير: الفتنة المقصود في قلوبهم، الفتنة هي الكفر والعياذ بالله، أو الشرك أو البدعة أو الزيغ. لأن الإنسان إذا جاءه الشرع المطهر وفهم الكتاب والسنة ولم يعمل بهما ولم يمتثل أوامرهما ابتداء، عوقب بأن يزيغ قلبه، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يعني لما جاءهم الوحي وجاءهم الهدى وجاءهم القرآن والسنة، لو أنهم امتثلوا وقالوا سمعنا وأطعنا فازوا وظفروا ووفقوا وأعانهم الله، لكن ماذا فعلوا؟ أعرضوا وتنكبوا وخالفوا وصاروا يبحثون عن التأويلات والتفاسير التي تخرج النص عن ظاهره ومدلوله. زاغوا بهذا أزاغ الله قلوبهم، عاقبهم الله بأن أزاغ قلوبهم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الإمام أحمد قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك والعياذ بالله. أخطر ما يمكن وما يقع فيه المسلم أن يستبين له الحق وأن تظهر له الدلائل والحجج وأن يعرف الصواب ثم يخالف عن عمد وعن قصد لأجل دنيا أو لأجل رئاسة أو لأجل مال أو مناصب، أو ربما يخاف من بعض الناس أن يتكلموا فيه أو أن يصنفوه أو أن يحذروا منه. فإذا خاف من الناس فغير أحكام الله وبدل وتنكب وأعرض، أو إذا كان يرجو ما عند الناس أو يرجو بعض الشهوات والملذات وعطايا الدنيا، إذا كان لأجل ذلك يغير قيمه ومبادئه وعقيدته ويغير ما علمه من دين الله، فالويل ثم الويل له. يعني من أخطأ حكم الله وضل وانحرف عن جهل أو عن خطأ وتأويل، هذا لا شك أنه معذور بين يدي الله، لأنه لم يتعمد مخالفة أمر الله ولم يتقصد عدم الاستجابة لله ولرسوله. أما من علم صار حاله كحال اليهود
غضب الله عليهم لأنهم كما قال الله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فالله الله أيها الأحباب في الاستجابة لله وللرسول والانقياد لشرع الله والعمل بالكتاب والسنة، اجعلوا هذا همًا أكبر، اجعلوه نصب أعينكم، لا تقدموا عليه أهلًا ولا مالًا ولا دنيا ولا مناصب ولا شيء، اجعلوا هدفكم في الحياة الانقياد لله تعالى ولرسوله والعمل بهذا الشرع المبارك. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي تركتها فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. نسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يصلح أحوالنا، وأن يأخذ بمجامع قلوبنا إلى محبته وخوفه ورجائه، وأن يعيننا على الانقياد له والعمل بشرعه ودينه. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن يمكن استقبال اتصالاتكم ومكالماتكم. وقبل ذلك أذكر بأرقام البرنامج. الرقم الأول لبيانا 691-80-79، والرقم الثاني مدار 440-67-50. نعم. طيب، إذن نحن الآن في العشر الأواخر من رمضان، وفي الليلة القادمة هي من ليالي الوتر. فالله الله في الاجتهاد والطاعة وكثرة الذكر وقراءة القرآن والدعاء والاستغفار. نحن أحوج ما نكون في هذه الليالي المباركة وفي غيرها إلى توفيق الله تعالى وعونه، وأن يأخذ بأيدينا وأن يعيننا على نفوسنا وأن يعيننا على شهواتنا وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. فلذلك نحن دائما نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر ونتذاكر أمر الله جل في علاه وتبارك في علياه. طبعا أنا بالأمس تركت سؤالا مهما، يعني أم نور كانت سألت بالأمس الأوراق، لعلي أجد سؤال الأمس، لكن إذا كان في اتصال يمكن استقباله. ثم من معنا؟ حسام، تفضل يا حسام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ كل عام وانت بخير. الله يبارك فيك وانت طيب. الأمور تمام إن شاء الله. الله يحفظك ويبارك فيك. الشيخ ما تقولش عليك، أنا مش خلي فرصة للناس. تفضل، بارك الله فيك. بنسألك على راتبة الفجر أو راتبة الصبح. نعم. إيه يعني أنا تولى ما يقدم الفجر. إيه. نصلي ركعتين ونمشي للجامع. فهي لما نمشي للجامع نصلي ركعتين تحية المسجد، ونصلي راتبة ركعتين، وبعدين نقيم الصلاة ونصلي الصبح. تصلي تحية المسجد ثم الراتبة ثم الفريضة. وفي البيت مرة تصلي يا حسام؟ في البيت نصلي الفجر يا شيخ. باي، في فرق بين الفجر والراتبة. والله يا شيخ أنا هذا ناس في حيرة من أمري، هذا ناس نبي نسألك. طيب، تسمع إن شاء الله الجواب يا حسام. ماشي، شكرا شيخ، كل سنة وانتم طيبين. امين، الله يبارك فيك ويسلمك، الله يحفظك. ايه نعم، هذا السؤال سؤال ام نور. اولا انا يعني اجبت عنه، لكن باقي بالنسبة للاخت ليلى ايضا. بس بالنسبة لام نور في كلمة احببت التعليق عليها،
هي تقول ان حصلت يعني حصل سوء فهم وخصومة مع اخت زوجها، فقالت بان اخت زوجها منعت ابنائها وصغارها من ان يتواصلوا مع صغارها. اقول هذه من الاخطاء الفادحة ومن الاغلاط الشنيعة، انه اذا حصلت خصومة مثلا او سوء فهم او نزاع بين الكبار، لماذا يدخلون الصغار في الموضوع؟ يعني بعض الناس مثلا ربما اختلف مع اخته وصار خصومة، يمنع ابنائه من زيارة عمتهم، هذا لا شك انه ظلم ومزيد من العدوان ومزيد من القطيعة والهجر. أنت ربما أخذت على خاطرك من أختك، قد تكون مثلا أخطأت في حقك، لكن ما علاقة الأولاد؟ ما علاقة الأبناء؟ لماذا يعني تنقلون العداوة والبغضاء والكراهية للأولاد؟ الأولاد الآن ينشؤون على مثل هذا، كان الأصل أن تتركهم، بل بالعكس حثهم على الذهاب وكأنما في شيء، فهذا خطأ شنيع جدا. يعني بدل من إنسان يحمل إثمه بالهجر وقطيعة الرحم، إذ به يحمل إثم أبنائه، لأن منعك الآن للأبناء بالتواصل هذا يؤدي إلى قطيعة الرحم ويؤدي إلى تنشئة الأبناء وتربيتهم على هذا. أنا أعرف أن بعض حتى النساء، ربما بعض النساء تختلف مع أختها وتحصل نوع قطيعة، تحرم على أبنائها أن يتواصلوا مع خالتهم وتعطيهم قلة السماح وتمنعهم. والجواب، كل شاب إذا منعته أمه من زيارة خالته مثلا، أو منعه أبوه من زيارة عمته بسبب خصومة بينهما، لا تطع والدك وزر خالتك في السر، لا تطيع الوالدة ولا الوالد. طبعا ما نقول انك تخالف امر الوالد والوالدة علنا، لا، قول ان شاء الله وذكر الوالد والوالدة ان هذا لا يصلح ولا يجوز، خلوا الخصومات بينكم الى ان يحلها الله، لا تنقلوها للابناء. لكن بالنسبة للابناء، اذا الوالدة قالت لك تعطيك قلة السماح، قلها قلة السماح خليها عندك في هذا الباب، لانها هي التي عصت وخالفت، اذهب وزر خالتك سرا واسترضي أمك، لا تغضبها وحاول أن تبين لها الحكم. هذا أمر خطير جدا لا ينبغي أن نقع فيه. طيب، معنا عمر، تفضل يا عمر. عمر مازال الشيخ، تفضل يا عمر. عمر نسمع فيك. الو عمر، ظهر بعض الناس يخلي السماعة ويمشي باه. طيب، الأخت ليلى تقول إن زوجها تزوج امرأة أخرى وتركها ولا يأتي إلى البيت أبدا. أولا، لا شك أن هذا الفعل أنه محرم، بل هو من الكبائر. طبعا أنا سألت بالأمس، قلت لعلك يا أختنا كنت سببا. بعض النساء ربما إذا سمعت أن زوجها سيتزوج يعني رفعت راية العداء والخصومة وعلي وعلى أعدائي، لو تزوج لك معاش جيني مثلا، وتزوج وتطلب الطلاق، وكل هذا من الأخطاء الخطيرة ومن المخالفات الشرعية. أولا، لا ينبغي للمرأة أن تثير زوجها بهذه الطريقة. وربما الأخت قد يكون نعم حصلت خصومة ونزاعات وكذا، فذهب إلى الثانية وهجر الأولى، أو العكس. بعض الناس ربما
يذهب إلى الأولى ويهجر الثانية. الهجر حاصل في كلا الجانبين. لا شك أن هذا من المحرمات، ولا يجوز للرجل أن يفعل هذا الفعل. يعني الله عز وجل قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إما يمسك بمعروف ويعدل ويعطي المرأة حقها، وإما يسرح بإحسان. ولذلك لما قال جل وعلا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، قال فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. لا تميلوا كل الميل، يعني تهجروا إحدى الزوجتين ميلا تاما فتتركوا الزوجة كالمعلقة، يعني لا هي متزوجة ولا مطلقة. هذا لا يصلح ولا يجوز، هذا حرام، ويدخل في الوعيد الذي جاء عند أصحاب السنن أن النبي الكريم صلى الله وسلامه عليه قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، في رواية وشقه ساقط، عقوبة على ميله. لذلك لا يصلح هذا. ربما يقول قائل طيب ماذا أصنع؟ المرأة حقيقة إذا جئت عندها نغصت علي وصارت تثير المشاكل وصارت تزعجني، من يوم تزوجت أريد أن أرتاح صرت في شقاء وفي عناء وفي بلاء، ماذا أصنع؟ نقول بالنسبة لقضية هجر إحدى الزوجتين لا يجوز ولا ينبغي أبدا، لكن لك أن تخير إذا أردت أن تترك المبيت مثلا أو العدل بين الزوجتين، لك أن تخيرها بين إسقاط حقها في المبيت أو الطلاق. قل لها إذا أردت أن تبقي معي فإن فعليك بإسقاط الحق في المبيت، أني يعني العدل يسقط في هذه الحال. طيب واضح هذا الأمر؟ حاضر شوية بس. يعني إما إسقاط الحق في المبيت أو الطلاق. قالت أسقطت حقي خلاص اذهب والأمر واسع. إذا طلبت الطلاق الحق لها، أما تتركها هكذا فلا يجوز. نعم معنا شيرين. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يوم طيب إن شاء الله. الله يبارك فيك. لو سمحت نبي نسأل هل يجوز أن أعمل ختمة لجدي المتوفي ويحتسب الأجر له؟ طيب عندك سؤال آخر؟ والسؤال الثاني يا شيخ، أنا في رمضان مركزتش على التوقيت ونحسبه يعني وقت السحور، نص مؤخر وحتى أذن الفجر ويعني طلعت حتى الشمس وأكلت وشربت، هل لي قضاء؟ وهل اجتهدتي في الساعة مثلا ولا أبدا؟ لا مركزتش. بدون تركيز يعني قمت من النوم إلى الأكل والشرب. أيوة. طيب بارك الله فيك، مع السلامة. الله يبارك فيك. طيب إذن بالنسبة لأخت ليلى لا يجوز للرجل أن يفعل هذا الفعل، أن يسيب إحدى زوجتيه ويتركها، هذا حرام، يجب عليه العدل في المبيت، وإن رأى أنه لا يريد أن يبيت عند إحداهما فيخيرها بين الطلاق وبين إسقاط حقها في المبيت. إن أسقطت حقها برئت ذمته، وإن قالت لا لا أريد إسقاط حقي فأريد الطلاق فالأمر إليها. وبالمناسبة المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها لمجرد أنه تزوج عليها، هذه لا شك أنها وقعت في معصية لله عز وجل. يعني لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لمجرد أن زوجها تزوج عليها أبدا، حرام. لكن إذا تزوج وجاهدت نفسها وحاولت أن تتأقلم مع هذه الحياة، إن عجزت يقينا لم تستطع، جاهدت حاولت بذلت لكن لم تستطع، في هذه الحال تقول أنا والله ما أستطيع. أما
بمجرد أن تسمع به يريد الزواج فتقول له تزوج وطلقني، أنها مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب، وداخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أصحاب السنن: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فالجنة عليها حرام. حديث صحيح، من غير ما بأس تسأل الطلاق لا شك أنها آثمة، لكن لو قالت أنا أرضى بحكم الله وليس عندي اعتراض وسأنظر إن استطعت أن أتأقلم مع هذه الحياة وجربت الرجل والزوج هل يعدل أم لا، فبعد الزواج تنظر، إن كان لم يعدل لها الحق في طلب الطلاق، إن كان يعدل لكن هي لم تستطع عجزت تماما فلها الحق كذلك في طلب الطلاق، أما غير ذلك فهو حرام. طيب معنا أم علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل سنة أنت طيب يا شيخ. الله يبارك فيكم. يا شيخ أنا عندي مشكلة مع أهل زوجي. نعم. يعني صارت مشاكل هيك من فترة هيك بعد ما وفاة بعد وفاة جوزي، سوء تفاهم بيني وبين ولدي، بينهم وبين ولدي. لكن قعدت نسعى إني أحاول أرد يعني بالصلح. وما نبيش نقطعهم، نعزمهم في مناسباتي، لدرجة حماتي رفعتها معايا للعمرة. كويس. حاولت ننصح في أولادي إنهم أمشوا لعماتكم في الأعياد، يعني ما تتركوهمش، سماحي لدرجة إنهم سماحي في عماتكم. حاولت لكن للأسف إنهم نبوش يردولي ومقاطعين، يقاطعوا فيا، يتقولوا علينا بال يعني تاني من ورانا. ما عرفتش كيف الحل معهم، هل يركبني ذنب أنا وولادي إني نتركهم ولا نقعد ديما نحاول إني نسعى نحاول نسعى للصلح. طيب طيب إن شاء الله سمعي الجواب إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك يا أم علي. طيب الأخ حسام يقول: بعد أذان الفجر أنا أصلي الفجر في البيت ثم أذهب إلى المسجد، أصلي تحية المسجد ثم أصلي الراتبة ثم أصلي الفريضة. يا أخ حسام، سنة الفجر هي الراتبة، سنة الفجر هي الراتبة، فأنت لا شك أن سنة الفجر في البيت أفضل لو تيسر، لكن طبعا تمهل قليلا بعد الأذان لا تصليها مباشرة، يعني 10 دقائق إلى ربع ساعة لا بأس، انتظر قليلا. ثم إذا صليت الفجر في البيت وذهبت إلى المسجد فإنك تصلي تحية المسجد إذا دخلت، ولا تصلي الراتبة لأنك صليتها في البيت فلا تعيدها مرة أخرى. وإذا لم تصلها في البيت وذهبت إلى المسجد فإنك تصلي الراتبة مع تحية المسجد بنية واحدة، يعني أول ما تدخل المسجد تنوي بصلاة ركعتين رغيبة الفجر السنة المؤكدة والراتبة وتحية المسجد معها ثم تجلس فقط ركعتين. يعني بعض الناس ربما إذا دخل المسجد صلى تحية المسجد ثم صلى سنة الفجر، نقول لا، اجمع تحية المسجد مع سنة الفجر بنية واحدة ولا تكرر سنة الفجر في البيت ثم في المسجد. طيب معنا فتحي، تفضل يا فتحي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا فتحي. الله يبارك فيك يا شيخ، كيف حالك؟ الله يسلمك ويحفظك. الله يبارك فيك. ما أسألك يا شيخ، أنا عندي زوجتي. نعم. نعالج على الصغار ويدروا لها في السونار، يعني الدكتورة دي في السونار اللي هو المهبلي السونار في رمضان، يعني هل هو مفطر ولا عيد؟ ايش هو العلاج هذا؟ العلاج على الصغار يعني. اي نعم كويس. كشف هو كشف مهبلي يعني. كشف نعم، هل يفطر ام لا؟ كشف مهبلي، ايوه عند الدكتورة، هل يفطر
تضطر او ام لا يعني دكتور؟ طيب هذه كشف ما ادري يعني ممكن عندها في اسبوع مرتين مده معينه زي ما نقول اسبوعين يعني. هل يعني واضح السؤال؟ واضح واضح يا اخ فتحي. طيب الاخت شيرين تقول هل يجوز ختمه لجدي وهل يصل ثوابها اذا ختمت القران؟ اولا هذه المساله فيها خلاف بين العلماء، اختلف العلماء في وصول ثواب القران للميت اذا قراه الحي واهدى ثوابه للميت هل يصل ام لا، هذا فيه خلاف. والاقرب والعلم عند الله في نظري ان المسلم يشرع له ان يدعو للميت وأن يتصدق عليه وأن يحج وأن يعتمر، أما قراءة القرآن فوصول ثوابها محل نظر، لم يرد فيها دليل عن النبي صلوات الله وسلامه عليه نبني عليه ونقول بمشروعية هذا الأمر، لكن الإنسان يختم لنفسه ثم يدعو لميته. اختمي ختمة لنفسك و عليك بالدعاء لجدك. وكما ذكرت المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأقرب أنه لا يصل الثواب ثواب القرآن للميت كما هو مذهب مالك رحمه الله والشافعي رحمة الله عليهما. طيب معنا النور، صوت ضعيف. أم نور تفضلي. أم نور السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك حبيبي الشيخ؟ الله يبارك فيكم. بارك الله فيك في ميزان حسناتك. آمين آمين الله يسلمك. معلش حبيبي الشيخ نبي نسأل على كيفية التشهد، ندي حركة الأصبع كيف تكون؟ حركة الأصبع هل حركة دائرية أم رفع للسماء؟ حركة الأصبع هذا يعني السؤال عن حركة الأصبع. حركة الأصبع بدي نشوفها بس كيف يعني طريقة حركة الإصبع. إن شاء الله إن شاء الله. السؤال الثاني خلاص شوف، أنا عندي حماتي أخت زوجي مطلقة وطولها معايا 8 شهور وزوجها ما عطاهاش النفقة بتاعها، يعني شو الحكم الزوج اللي ما يعطيش نفقة طليقة؟ عندها أولاد هي أو 8 شهور معاي وما عندها أولاد نفقة. عندها أولاد؟ لا هي تطلق بسبب عدم الإنجاب. هي هو يعني الطلاق رجعي تو لها 8 شهور وما ما عطاهاش النفقة، يعني حتى مشيت شافت في المحكمة ما فيش نفقة يعني ما لها ما حكم ذاك مع ان الطلاق كان تراضي يعني بينه وبين من اللي قال ان في نفقة لها؟ نعم يعني قصدك المؤخر النفقة يعني 3 شهور اللي قعدتهم عدة الطلاق 3 شهور. طيب 3 شهور وما هو ما نفقهاش فيهم 3 شهور هما يعني فما حكم ما ذلك؟ طيب يا أم نور. طيب طيب جزاك الله عنا كل خير وبارك آمين. الله فيك. الله يبارك فيك ويسلمك. طيب إذن أيضا الأخت شيرين تقول قامت من النوم وذهبت وأكلت وشربت مباشرة وتبين لها أنها أكلت بعد طلوع الشمس، عليك بقضاء هذا اليوم، اقضي هذا اليوم لأنك يعني حتى لم تجتهدي وتتحري هل طلع الفجر أم لا. نعم طبعا. بالنسبة للأخت أم علي تقول عندها مشاكل مع أهل زوجها وحاولت مرارا وتكرارا يعني التقرب منهم والإصلاح، ولكنهم أصروا على المخالفة وعلى القطيعة، فماذا أفعل؟ إن استطعت يا أم علي أن تستمري في السعي في الإصلاح والتقارب والتواصل معهم والكلام الطيب فهذا من الجهاد لا شك في سبيل الله ومما يرضي الله. وإن وصلت إلى طريق مسدود ووجدت أنهم يعني لا يمكن أن يتغيروا اكتفي بالتواصل في المناسبات، لا تقطعيهم يعني قطعا تاما، واصليهم في المناسبات وفي تغير الأحوال فقط ولا شيء عليك،
ليس عليك يعني الإكثار من الزيارة أو التواصل المستمر ما داموا يعني لم ينقادوا ويستجيبوا لك. لكن أقول كلما استطعت يعني تكرار النصيحة والكلمة الطيبة والتواصل كلما كان أفضل لك، إلى أن تصل إلى مرحلة يعني الواحد يعجز عن مثل هذا. نعم. طيب معنا هناء، تفضلي. مساء الخير يا شيخ. الله يبارك فيك. كيف الحال؟ حالك بخير؟ الله يسلمك. أنا بنقول لك يا شيخ قصتي، يعني متجوزة بخير. نعم. وعندي ولد، يعني ولدي ده ولدي 5 شهور، وأمي جتني، لما جتني أمي لازم راجلي يعني أمي. ليش؟ وراجلي ما يبيش مالية، وتولينا يعني قريب 2 شهر كل واحد في حالة، لا يسأل علي ولا يسأل على الولد. يعني هو شرط أنني نولي وماليت ما نبيهمش، ما يبيش أمي وأبوي يجوني وما يبيش أمي وأبوي يبقوا. وأنا الحق يعني ما بيتش نولي، يعني هذا يعني عندي في إتم والله ما عنديش في إتم. ليش؟ ما السبب في هذا؟ السبب على خاطر ما فيش يعني سبب، أماليك ما نبيهمش، وهذا هو السبب. يعني بقومك ما يخش ليش صوت يعني أماليك لم يصل إليه منهم شيء وما يبيهمش. لا لا دكتور يا شيخ، ما رش منهم حتى حاجة، يعني أمك وبوك ما نبيهمش، وبالأساس يعني أمك أهلك ما نبيهمش. حتى نرسلك لأماليك مثلا لو كان يعني وليت نرسلك لأماليك يعني نحطك في بداية الشارع، لكن أمك وبوك ما يخش ليش حوش. سبحان الله. ألو، نسمع فيك. نعم نسمع فيك. وانا يا شيخ الحق يعني ما بدش نولي على خاطر دير الوردين من دير ربي، يعني ما بدش نعصي مولي على خاطر هو يعني انا عندي في اتم ولا لا، ورغم اني يا شيخ ما تصرش بيا بكل ما دورش حتى ولده. طيب طيب ان شاء الله تسمعين الجواب. يا ريت يا شيخ ترد علي، يعني عندي اتم ولا لا. الله المستعان. ماشي يا شيخ، شكرا. طيب الاخ فتحي يسأل يقول ان زوجته تعالج ومن ضمن العلاج كشف المهبلي، هل يفطر؟ الجواب لا، لا يفطر وليس له تأثير في الصيام. أم نور تسأل عن كيفية حركة الأصبع في التشهد. حركة الأصبع في التشهد تكون يعني حركة متواصلة، ليست دوائر كما يفعل بعض الناس، إنما الإنسان ينظر إليها ويحركها حركة متواصلة يدعو بها من أول التشهد إلى آخره، حركة متواصلة، هكذا السنة والله أعلم. ها يعني هو على كل لو لم يحرك ليس آثما، هي الحركة أمر متعلق بالسنة. وقد اختلفت الرواية يعني عن بعض الرواة، اختلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر الروايات جاءت أنه يشير بالسبابة يدعو بها، يشير بالسبابة يدعو بها. وجاءت رواية صحيحة أنه يشير بالسبابة يحركها يدعو بها. فبعض العلماء يرى أن رواية التحريك شاذة، لأن أكثر الرواة رووا الإشارة. و جاء أحد الرواة وهو ثقة، وهو زائدة رحمه الله، وقال يشير يحركها. فبعض العلماء قالوا الرواية شاذة، زائدة خالف الثقات، وبعض العلماء قالوا لا يمكن الجمع، لأن الإشارة لا تنافي التحريك. فلما قال يشير بها يحركها ليس هناك ما يمنع، كأنك تقول أشرت إلى فلان من بعيد أن تعال. طيب أنت أشرت وحركت، لكنك قلت أشرت، فليس هناك ما يمنع من الجمع بين الروايتين أنه يشير بالسبابة يحركها. لكن إذا لم يحرك ليس آثما، وكثير من أهل العلم يرى الإشارة فقط، يشير ولا يحرك. وبعض العلماء له اجتهاد أنك تحركها عند ذكر اسم الجلالة فقط، اسم الله تعالى، وهذا اجتهاد يعني محترم، لكن الدليل لا يدل عليه بحسب فهمي، إنما يشير بالسبابة يحركها يدعو بها من أول التشهد إلى آخره، والله تعالى أعلم.
طيب بقي شيء يسير باختصار بالنسبة ل أم نور. أيضا قالت أخ زوجتي مطلقة وزوجها لا ينفق عليها. المطلقة إذا كانت طلاقا بائنا فعندها المؤخر ونفقة التأخير فقط، أما بعد أن يتم الطلاق ويحصل الانفصال ليس هناك نفقة للمطلقة طلاقا بائنا. أما الطلاق الرجعي فلا شك أنها لازالت زوجته، لازالت زوجة له، يجب عليه أن ينفق عليها. وبالنسبة للأخت هنا حقيقة ما أدري، زوجها لا يريد والديها، إذا بدون سبب معناه في إشكالية عند الرجل، ما الذي يمنع أن يقبل يعني والديها؟ وهل وصلت إليك إلا سبب من والديها؟ فأقول لست آثمة، لكن أنصحك أن تبحثي عن السبب، شوفي حد من كبار السن من أهل العقل يتواصل معه مع زوجك ويسأله لماذا يعني لا يريد أن يتواصل مع أهلك، ما السبب مع والديك؟ إن لم يعني يذكر سببا شرعيا واضحا فليس له الحق في هذا، ليس له الحق. ولست آثمة، بالعكس الإنسان يحرص على والديه وعلى أن يتواصل مع والديه، ويريد أيضا من الزوج ومن الزوجة أن تتواصل مع والديه، وليس هناك أبدا ما يدعو لقطيعة الوالدين كما يفعل هذا الزوج، لا سيما وأنها قالت بلا سبب. شوفي حد من كبار السن يجلس معه يستفصل منه ينظر في حاله، ربما كان هناك إشكالية يمكن أن تزال بإذن الله تعالى ويتم الإصلاح والوئام وترجع الأمور إلى طبيعتها. لم يبقى إلا أن أتوجه إلى الله تعالى بالدعاء أن يصلح أحوالنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمع كلمتنا وأن يوحد صفنا. اللهم من أراد بنا وبديننا وأمننا وحريتنا خيرا ورشدا وإعانة وتوفيقا، اللهم زده خيرا وتوفيقا ومكن له. ومن أراد بنا وبديننا وعقيدتنا وأمننا وبلادنا واستقرارنا وحريتنا شرا أو خبالا أو مكرا أو كيدا أو فسادا أو رجوعا للفوضى والاستبداد، اللهم إنا نسألك أن تكفينا شره وأن ترد كيده في نحره وأن تجعل تدبيره دمارا عليه وأن تكفينا شر من يدبر له ومن يعينه، إنك على كل شيء قدير، أنت حسبنا ونعم الوكيل. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.